وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للبحوث والدراسات الاستراتيجية. أستاذ فوزي، تحية لحضرتك. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى صباح اليوم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون، وقد حذر الرئيس من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان. إلى أي مدى ترى قدرة المجتمع الدولي لمنع اتساع رقعة الصراع بالمنطقة في ضوء زيارة مسؤول رفيع المستوى كتشارلز براون؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا هذه الزيارة بتأتي في إطار المباحثات المصرية المكثفة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم على مستوى السعي لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أولها طبعا مسألة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، وثانيها يعني الحيلولة دون اتساع رقعة هذه الحرب لتشمل جبهات جديدة. وهنا الجبهة الأهم في إطار التصعيد الجاري بالمنطقة هي الجبهة اللبنانية بطبيعة الحال. تزامن هذه المباحثات مع حالة التصعيد التي جرت صباح اليوم وفي الساعات الماضية بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي أضفى عليها المزيد من الأهمية، خصوصا وأن هذه الهجمات ربما تفتح الباب امام المزيد من التصعيد، بما قد ينذر ب يعني الانزلاق الى سيناريو حافه الهويه او المواجهات المفتوحه على المستوى الاقليمي، خصوصا مع وجود احتمالات بتقديرات عسكريه خاطئه تتجاوز ربما حتى قواعد الاشتباك المعمول بها بين الاطراف الاقليميه في ثنايا هذا التصعيد على مدار الاشهر الماضيه. لكن بالنسبة للجزء الآخر في سؤال حضرتك والخاص بالمجتمع الدولي، في تقديري أن المجتمع الدولي بدأ يتبنى تحركات على مستوى أكبر، ليس فقط ارتباطا بالحرب الجارية على قطاع غزة، ولكن بسبب القلق الدولي من تداعيات الحرب الإقليمية أو التداعيات التي قد تترتب على حالة التصعيد الراهنة في منطقة الشرق الأوسط واحتمالية انزلاق الأوضاع نحو المجهول أو سيناريو المواجهات. يعني أستاذ فوزي، يعني زيارة مثل هذه تعتبر زيارة مفاجئة في الأوساط الإعلامية كلها، لم يكن أحد يعلم بها. هل هي مرتبطة بالتصعيد الذي حدث بالأمس في المنطقة، وهذا يشير إلى نذر حرب إقليمية، أم أنه إجراء احترازي لمنع اتساع رقعة الحرب؟ يعني يمكن قراءة هذه الزيارة في ضوء بعض التطورات الرئيسية، أولها استمرار المباحثات الخاصة بوقف إطلاق النار والتي ترعاها الآلية الثلاثية التي أطلقتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. التطور الثاني يرتبط بتمامي وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، وهي المواجهات التي لم تبدأ في صباح هذا اليوم، ولكن وتيرة التصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل آخذة في التنامي منذ يعني خصوصا خلال الأسبوعين الأخيرين ومنذ 31 يوليو الماضي، وهو تاريخ اغتيال القائد العسكري الأهم في حزب الله اللبناني فؤاد شكر. أيضا تتزامن هذه الزيارة مع تنامي وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة واستمرار عمليات الإخلاء للعديد من المناطق ونزوح 90% من سكان القطاع، جنبا إلى جنب مع سعي الإدارة الأمريكية إلى تكثيف هذه الزيارات والضغوط التي تمارس من أجل الحيلولة، أولا دون اتساع رقعة الصراع، وثانيا من أجل التوصل إلى اتفاق خاص بوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. إذا أستاذ فوزي، يعني يأتي السؤال الأخير، وهو هذه الزيارة تأتي في اليوم، من المفترض أن يكون هناك وساطة مصرية قطرية أمريكية في المفاوضات الجارية في القاهرة، ما هي أفق نجاح المفاوضات؟ الحقيقة يعني هذه المفاوضات ورغم الجهود المصرية القطرية على وجه الخصوص لحلحلة العديد من الملفات الخلافية، إلا أنها تواجه تحديا رئيسيا يرتبط ببنيامين نتنياهو نفسه. نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد هذه الحرب، يسعى إلى ترتيب بعض التوازنات المرتبطة بالداخل الإسرائيلي، يسعى إلى توسيع رقعة الحرب بما يضمن إطالة العمر السياسي لحكومته، ويسعى إلى تحقيق العديد من المكاسب السياسية في ثنايا ذلك، وبالتالي
فهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن إطالة أمد هذه الحرب، وربما السعي لتسخيخ مباحثات وقف إطلاق النار كما يفعل دائما منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم. نعم، أشكر جزيل الشكر محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للبحوث والدراسات الاستراتيجية.